السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح الـ ICT او الـ Information and Communication Technology Primary 5 او الصف الخامس الابتدائي ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح Theme 1 او المحور الاول Role of Information and Communication Technology ICT in our lives أو دور الـ ICT في حياتنا. والنهاردة هنشرح Lesson 4 Digital Communication Tools أو أدوات التواصل الرقمي. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا أصحابي، التواصل الرقمي هو استخدام أدوات التكنولوجيا في إن احنا نتواصل مع بعض، إن احنا نسهل حياتنا ونقوم بالعمل المطلوب مننا بشكل أسهل كل يوم. طبعا درس النهاردة درس سهل جدا، عايزك بس تركز معايا وتفهم الأفكار بتاعت الدرس. بعد كده لما نيجي نحل أسئلة إن شاء الله هتلاقي نفسك بتحل الأسئلة بمنتهى السهولة. فهنا بيقول لنا Digital Communication Tools أو أدوات التواصل الرقمي. We communicate using computer networks every day. إحنا بنتواصل باستخدام شبكات الكمبيوتر كل يوم. Every time we use our phone، كل مرة بنستخدم فيها التليفون بتاعنا. To send a text or buy something، علشان نبعت رسالة أو نشتري شيء من الأشياء على الإنترنت. Take an online class or download or upload a video، نحن كمان ناخد اي اونلاين كلاس زي اللي انت بتاخده دلوقتي، درس من دروس الموجودة على الانترنت. or download or upload a video، او ان انت تحمل اي فيديو من الفيديوهات. or use an application or program، او ان انت تستخدم تطبيق من التطبيقات او برنامج من البرامج. we using a computer networks، احنا بنستخدم في الحالة دي وفي الوقت ده شبكات الكمبيوتر. Businesses، الأعمال and organizations والمنظمات والهيئات، use networks every day، بيستخدموا برضو الشبكات كل يوم. To share information، علشان يشاركوا البيانات والمعلومات بينهم. Some private، بعض البيانات الخاصة مثلا بشركة من الشركات ما بيحطوهاش على شبكة زي شبكة الانترنت تكون مفتوحة للجميع، بيبعتوها زي ما عرفنا من المرة اللي فاتت على الشبكة المقفولة بتاعتهم اللي احنا قلنا عليها كان اسمها انترانت لو تفتكروا، ده شكل من اشكال الكلوزد نتورك. هم بيبعتوا البيانات البرايفت او الشخصية او الخاصة بالعمل بتاعهم على الكلوزد نتورك، لكن لو في معلومات عامة عن الشركة مثلا بيحطوها على الانترنت على الموقع بتاعهم او الويب سايت بتاعهم، بتكون متاحة للجميع، الناس كلها تقدر تشوفها. فهنا بيقول لك some private and enclosed networks، البيانات الخاصة بالشركة واللي ما ينفعش حد يطلع عليها بيحطوها على closed networks او الشبكات المقفولة. and some public or in open networks، والبيانات الpublic او العامة بيحطوها على open networks او الشبكات المفتوحة. household items can be a part of a network، يعني ايه household؟ يعني الادوات المنزلية، الحاجات اللي عندك في البيت ممكن تكون جزء من الاجزاء بتاعت الشبكة. انتوا طبعا تسمعوا على حاجة اسمها الانترنت اوف ثينكس، او ان انت تخيل الاشياء اللي حواليك تكون متصلة بالانترنت. زي مثلا لو انت عندك سمارت تي في او تلفزيون ذكي، ممكن تكون تستخدمه وانت قاعد في البيت وتوصله بالواي فاي وتخش بيه على الانترنت تشوف اليوتيوب وتشوف المواقع المختلفة. في حاجة كمان اسمها الثلاجة الرقمية او الثلاجة اللي بتكون متوصلة بالانترنت، تقدر تتحكم في درجة حرارتها وفي ان هي شغالة ولا مش شغالة عن طريق الانترنت حتى لو انت مش في البيت وانت موجود في مكان تاني، ممكن تكون في بلد تانية كمان. في حاجة كمان اسمها الغسالة الرقمية او الغسالة الرقمية دي او الديجيتال ووشنج ماشين، دي برضو بتكون متوصلة بالانترنت وانت تقدر تتابع هي شغالة ولا مش شغالة، تتحكم في كل حاجة فيها عن طريق الانترنت حتى وانت مش في البيت وانت في مكان تاني خالص.
فدي طبعا اسمها انترنت اوف ثينكس، او ان الاشياء تكون متوصله بالانترنت. طبعا هنا بيقول لك household items، الادوات الموجوده في البيت، can be a part of a network، ممكن تكون جزء من الشبكه. تو ايضا this is called، ده بيسمى the internet of things IoT، internet of things ده بنختصره بنقول IoT. طبعا اول حرف من كل كلمه منهم I for internet، O for off، things T بتاعتها. The IoT اللي هي الانترنت اوف ثينكس consists of devices، بتتكون من اجهزة linked to the internet via Wi-Fi. الديفايسز دي او الاجهزة دي متوصلة بالانترنت عن طريق الWi-Fi. These devices، الاجهزة دي can be controlled، ممكن تتحكم فيها whether you are in the same room، لو انت حتى في نفس الغرفة، or in another city، او انت حتى في بلد تانية، في مدينة تانية. examples، امثلة include bluetooth speaker. الامثلة كمان بتتضمن البلوتوث speaker، او السماعات اللي بتتوصل بالبلوتوث اللي انتوا عارفينها كلكو، to listen to music، علشان تسمع موسيقى، and home appliances، والاجهزة المنزلية such as، مثل a digital refrigerator، digital refrigerator او التلاجة الرقمية، الثلاجة الرقمية، and washing machine، والغسالة الرقمية كمان. That can be turned on and off، ده كمان ممكن تشغله وتقفله using specific apps، using specific apps، او مستخدما تطبيقات محددة، تطبيقات معمولة مخصوص للوظيفة دي. فهنا ده طبعا الـ IoT او الـ Internet of Things. بيكلمنا كمان وبيعرفك يعني ايه بلوتوث. البلوتوث اللي احنا كلنا عارفينها وموجودة في كل الموبايلات بتاعتنا، ده شكل من اشكال التواصل الشبكي، بس هي البلوتوث بتبقى قدرتها على نقل البيانات بتكون مش كبيرة قوي، فانت بتنقل بيها البيانات او الملفات الصغيرة اللي مساحتها صغيرة، وكمان هي ما بتبقاش المدى بتاعها او النطاق بتاعها كبير، يعني لازم تكونوا موجودين في مكان قريب من بعض. الاجهزة اللي انت بتوصلها بالبلوتوث دي لازم تكون قريبة من بعض في نفس المكان علشان تقدر توصلها ببعض وتنقل عن طريقها البيانات، مش زي الواي فاي والانترنت اللي انت مش لازم تكون في نفس المكان او في مكان قريب. الانترنت بيخليك تقدر تنقل البيانات وتستقبلها كمان لو حجمها كبير وانت في اي حتة في العالم. البلوتوث هي شبكة برضو او تواصل شبكي، بس هي اضعف من الانترنت بكتير، لان هي بتنقل ملفات مش كبيرة قوي، وفي نفس الوقت لازم الاجهزة تكون قريبة من بعض، المسافة اللي بينها ما تكونش كبيرة قوي. فانا بيقولك البلوتوث is a networking technology، هي تكنولوجيا شبكية برضو، that connects wireless mobiles، اللي بتوصل بشكل غير سلكي الموبايلات devices، اجهزة التليفون يعني، over a short range. short range يعني مسافة قصيرة، على مسافات قصيرة، to form a network، علشان تشكل شبكة، to transmit data، علشان تنقل البيانات، between different devices، بين أجهزة مختلفة. هنا كمان بيقولك computer networks، شبكات الكمبيوتر، give people of determination، بتدي أولي الهمم، الناس أولي الهمم اللي هم بيكون عندهم إعاقة مثلا معينة، ما بيشوفوش بشكل كويس او ما بيسمعوش بشكل كويس، عندهم تحدي من التحديات دي او اعاقة من الاعاقات دي، دول اسمهم people of determination زي ما احنا عرفنا قبل كده. more independence، استقلالية اكتر، both في at home and in public، في البيت او حتى في الاماكن العامة، بتخليهم عندهم independence او استقلالية، ما يطلبوش مساعدة من حد كل شوية، لان الاجهزة وتكنولوجيا المعلومات بتسهل عليهم حياتهم وبتخليهم مش محتاجين طول الوقت المساعدة من حد. this independence، الاستقلالية دي، helps them، بتساعدهم، to save money، ان هم يوفروا فلوس، ممكن بدل ما يصرفوا فلوس ويجيبوا حد يساعدهم او يضيع وقت في ان هم يطلبوا مساعدة من حد، يستخدموا تكنولوجيا المعلومات وبتسهل عليهم حياتهم.
فبيقول لك this independence، الاستقلالية دي helps them، بتساعدهم to save money and time، ان هم يوفروا الفلوس والوقت. it also، هي ايضا helps to increase confidence levels. confidence يعني الثقة في النفس، هي بتساعدهم ان هي تزود ثقتهم في انفسهم. it also helps to increase، increase يعني نزود او يزيد confidence levels، مستويات الثقة في النفس. فطبعا الكمبيوتر نتوركس والتكنولوجيا، المعلومات والاتصالات، بتساعد people of determination او اولي الهمم في حياتهم، وبتزود عندهم الكونفيدنس او الثقة في النفس. كمان اخر حاجة بيعرفنا بقى النتوركس او الشبكات and people of determination وأولي الهمم. بيقول لك هنا قصة جميلة قوي عن واحد صاحبنا اسمه حاتم. بيقول لك حاتم uses computer networks daily، حاتم بيستخدم شبكات الكمبيوتر every day، كل يوم، daily يعني كل يوم. he listens to music، هو بيستمع للموسيقى on his bluetooth speaker، على سماعات البلوتوث بتاعته. his favorite website، الموقع المفضل بتاعه is the Egyptian Knowledge Bank، هو بنك المعرفة المصري. because it has a lot of interesting information، لان عليه معلومات شيقة كتيرة جدا. his favorite subject، المادة المفضلة بتاعته is archaeology، archaeology اللي هو علم الآثار. one day، في يوم من الأيام، he wants to be an explorer، هو عايز يكون مستكشف like Fred Herbert، زي فريد هيبرت اللي احنا اتكلمنا عنه في الدروس اللي فاتت. حاتم also، حاتم أيضا shop online، بيتسوق على الإنترنت. he thinks e-commerce، هو بيفكر وبيعتقد طبعا ان الإيكوميرس او التجارة الإلكترونية، e-commerce دي اختصار لإلكترونيك كوميرس او التجارة الإلكترونية، المواقع اللي احنا بنشتري من عليها الحاجات على الإنترنت. فهو بيعتقد ان الإيكوميرس او التجارة الإلكترونية makes life so much easier، بتخلي الحياة أسهل بكتير for everyone، لكل واحد. he always asks، هو دايما بيسأل his parents، بابا ومامته، before he goes online shopping، قبل ما يروح يشتري أي حاجة من على الإنترنت. his parents، والداه، remind him، بيفكروا دايما to think about digital privacy، ان هو ما ينساش الديجيتال برايفسي او الخصوصيه الرقميه. الديجيتال برايفسي دي يا اصحابي ان انت ما تديش بياناتك ومعلوماتك لاي حد ما تعرفوش اونلاين على الانترنت، لان ممكن يطلع شخص سيء ويستغل المعلومات دي ضدك. فهم بيفكروا دايما ان هو ما يديش بياناته لاي حد ما يعرفوش، ويحطها في الاماكن الموثوقه بس لما يجي يشتري حاجه اونلاين. so he's extra safe، علشان كده هو في امان اكتر about giving out his information، لما بيجي يدي معلوماته لاي حد. حاتم is visually impaired، visually impaired يعني من ضعاف البصر، ما بيشوفش كويس. so he does school works online، علشان كده هو بيحل الهومورك بتاعه على الانترنت. using screen readers، مستخدما البرامج اللي بتقرا شاشة الموبايل او شاشة الكمبيوتر، بتقرا له الهوم وورك بتاعه وتقول له شرح الدروس، وتساعده ان هو يفهم الدرس بيقول ايه علشان يقدر يحل الدرس بمنتهى السهولة. for audio feedback، audio feedback ان هي بتقرا له الحاجات دي يعني. طبعا الابليكيشنز دي او التطبيقات دي اسمها screen readers او قارئات الشاشة، فهو بيستخدم screen readers علشان يعمل السكول وورك بتاعه اونلاين على الانترنت. and for help with reading برايل، وكمان التطبيقات بتساعد ان هو يتعلم طريقة برايل، او ان هو يستخدم طريقة برايل في القراءة بعد كده. كمان screen readers، قراءات الشاشة، helps حاتم، بتساعد حاتم do everything، ان هو يعمل كل حاجة he needs to do، هو عايز يعملها، including writing papers، طبعا متضمنة ان هو يكتب
صفحات and accessing documents، وإن هو كمان يفتح بيانات أو وثائق يعني ملفات on his laptop على اللابتوب بتاعه. شفتوا بقى إن ال network بتساعد ال people of determination إزاي؟ طبعا سهلت حياته بشكل كبير جدا. بكده نكون أنهينا شرح lesson 4 وأنهينا معاه درس النهاردة. ما تنسوش هنحل أسئلة في نهاية المحور الأول وقبل طبعا امتحان الشهر على الجزء اللي شرحناه كله. المهم ان انت تكون استفدت من درس النهاردة وفهمت البيانات بتاعته علشان لما نيجي نحل الأسئلة نحلها بمنتهى السهولة. أتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس اعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم ان انت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.